نبتدي في البداية، الفرق اللي هيقابلها نادي الزمالك في الكونفدرالية، عندك سجرادة، عندك أبو سليم الليبي، وعندك نادي سوار الغيني. الثلاث فرق دول رؤيتك الفنية كده، أنا عارف إن أنت واجهت صعوبات إن أنت تلاقي لهم ماتيريال، لأن الفرق دي أساسا ملهاش أي إنجازات قارية، ولكن قدرت إن هي تنافس بشكل كبير في الدوريات المحلية بتاعتها. تمام، خلينا اقول ان انا هخلي اخر حاجه نادي سوار الغيني ده، عشان في كام بوينتس كده هنتكلم عليها في النهايه. هنتكلم اول حاجه عن فريق ابو سليم اللي هو الليبي. خلينا نتفق ان كل ماتشات في شمال افريقيا مهما كان حجم الفرق اللي انت بتقابلها بيبقى فيها نوع من النديه شويه وبيبقى فيها صعوبه، فانت لازم تكون جاهز بالشكل الكافي. شفنا الاخر سنتين الزمالك في دوري ابطال افريقيا في الماتشات اللي هي العربيه شويه واللي كانت خاصه بالفرق الشمال افريقيه كان فيها صعوبه جدا، كان فيها مشاكل كتير قوي. تحس ان هم متمرسين شويه في مواجهه الفرق المصريه، ما بتاخدش اللي انت عايزه منهم بسهوله وبسرعه جدا. عندهم مدير فني تونسي، الخطوي هو المدير الفني، وتقريبا هنلعب في تونس. الفريق هو الثالث في الدوري الليبي، لعب 5 مباريات، كسب ماتش وتعادل 2 وخسر مباراتين. الفريق في الدور التمهيدي كسب فريق الاولمبي الباجي ذهابا 1-0 وتعادل ايابا 0-0، والدور التمهيدي الثاني كسب كامبالا سيتي 3-1 وخسر 3-2 ايابا. من الواضح كده ان في مشاكل دفاعيه في ماتشين استقبل الفريق 3 تجوان، سجل 7 تجوان وده رقم كويس الى حد ما. ده الفريق بالنسبه للفريق الليبي. عايز اتكلم معاك بقى هنا فيما يخص الفريق الليبي. انا لاحظت ان معدل الاعمار في الفريق الليبي مرتفع بشكل كبير، عندهم لعيبه 32 سنه و33 سنه ولاعيبه كبيره في السن. هل لاعبي نادي الزمالك الصغار في السن او لاعبي نادي الزمالك اللي هم دايما بنشوف بيقدر ان هم او هم يقدروا يعملوا الفرق بالسرعات والمهاره، هيكون ليهم دور كبير على الاطراف، خصوصا ان انت معدل الاعمار عندهم برضو مش زي معدل الاعمار عندك؟ بص انا اقول لك حاجه بتفرق، ترهقهم يعني بدنيا؟ ماشي، انت بتتكلم صح جدا وده شيء كويس جدا. اعتقد الفرق اللي شبه ابو سليم ده شويه احيانا بيتجه يعمل صفقات للعيب عندها خبره عشان يقدر يوصل للي هو وصل له حاليا، انه يقدر يوصل للبطولات الافريقيه ويوصل لترتيب كويس في الدوري عنده. الكلام بتاعك صح، ولكن في عنصر اهم من العناصر دي كلها. انت عارف يا اسلام، انت عندك جزئيتين هامتين جدا، صانع الالعاب 33 سنه، المهاجم الاساسي بتاعهم 32 سنه. 32 سنه، شفت ده؟ مهم جدا ان انت لازم تعرف ان انت عنصر خبره في الزمالك من ناحيه المشاركه في البطولات الافريقيه اكبر بكتير من فريق الليبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، شفنا برضو ماتش ارتا سولار كان عنده حد من نجومه سالمون كالو نزل في الشوط الثاني. احيانا الاعمار السنيه اللي بتبقى كبيره ما بيقدرش عنده النفس ان هو يدي 90 دقيقه بنفس النديه ونفس الانتنس نفسه، فهيبقى اعتقد لا فيما يخص ابو سليم الليبي.